تابعين حلقتنا، وبيسعدني استقبل مثل كل نهار جمعه ريتا سركيس، مصممه ازياء ومدربه اسلوب. اهلا وسهلا فيك ريتا. صباح الخير إلي. صباح النور. كيفنا اليوم؟ تمام. موضوع حلقتنا قد ايه مهم الاكسسوارات يا إلي، قد ايه نحن بنسمع انه اكسسوارات اتس ذا فاينل تاتش، هو الاساس، هو اللمسات الاخيره، هو اللي بيخلق لوك جديد وبيكمل اللوك وبيغيره. ممكن نحن نكون عندنا لوك ستايل معين وبس نحط الاكسسوارز نغيره كليا. سو ذس از فيري امبورتنت. كرمال هيك نحن لما نختار الاكسسوارات بدنا نكون معتمدين على نقطتين اساسيه. اولا على الشخصيه، شخصيه الانسان. يعني اذا انا بتمتع بشخصيه لتسي طبيعيه، بدي روح صوب الاكسسوارات اللي بتكون مستوحاة من الطبيعة، الأرثي تونز، يعني الشل، الصدف، الود، الستونز، كل شيء له قصة بالطبيعة. هيدا أولاً. إذا بدي أختار مثلاً الباج، بدي أختار الباج الهانس فري اللي بينشلح على الكتف. بدي أختار اكسسوارات اللي بتكون براكتيكال، عملية، ما بدي أروح صوب الأشياء اللي فيها ستيتمنت، مسج، صارخة، هيدي بدي أتجنبها. طيب إذا أنا شخصية إبداعية، بدي أروح بالعكس، بدي أروح صوب الأكسسوارات. إذا عم نشوف صورة هلا كمان عم نشوفها شوي، بنكون عم نروح على الأكسسوارات اللي بتكون فيها مسج، فيها ستيتمنت، فيها جرأة بالكومبينيشن، خاصة إذا كان شخصية إبداعية. يعني أنت الشخصية اللي بدك تزيد your own twist على اللوك تبعك، منك كلاسيكال، منك طبيعي، عندك جنونك، في شوية براندينج، ولكن الزيادة إنه في عندك إبداع بالأفكار تبعك. طيب هلا هون في عندنا أكثر شيء لوك مسرحي، theatrical look. طيب إذا أنا شخصية let's say كلاسيكية، بدي أروح صوب الأكسسوارات الرفيعة المستوى، الفاين، بدي أروح صوب الكواليتي أوفر كوانتيتي، خاصة بالبيلز وبالساعات. نحن أكيد بنلاحظهم هالمواضيع. إذا أنا شخصية let's say رومانسية، بدي أروح صوب الأكسسوارات سيمبل أكيد، بس زيادة بدي يكون فيهم شوية هيك شغل دقيق، بدي يكونوا ديليكت، بدي يكونوا إلابوريت، مثل مثلا الأنتيك، بنشوف كتير أشياء أنتيكيتي بالأكسسوارات. بدي أختار الأكسسوارات اللي بيكون فيها أنوثة، ما هن الإطلالة الرومانسية مثل الريبنز، مثل البوز إتسترا، وخاصة الأيتمز اللي بقى هيك فيها أنوثة مثل جلوفز، فيها شغل دقيق، مثل الهاتس على اوكيجن معينين، مثل كل شيء له هيك بيعطيك انت السكارفز، الشالات الحريريه، هو اللي فيري امبورتنت للشخصيه الرومانسيه. كل شيء بذكرنا بهذه الفتره الحلوه بالافلام وبال برافو عليك، الفيكتوريان ايرا، برافو عليك اللي ذيس از فيري امبورتنت، الباستيل، الفلاورز، الابليكي، السكان، اتسترا، شويه ويفز، يو نو، هو الخبال، شويه هيك اذا بدك الميك اب اللي بيكون الريد ليبستيكس، انه تشوفوا هيدي الاشياء الرومانسيه. هلا اذا انا شخصيه سوري دراماتيكيه، شو بدي اختار؟ بدي اختار الاكسسوارات السترايكينج اللي بتضرب العين، البولد اللي فيها الستيتمنت اللي فيها جرأه بطبيعه الحال، لانه الاشخاص اللي بيكونوا بيتمتعوا بهالشخصيه بيكونوا عندهم الواو فاكتور، شوفوني انا فوت، بيكون في عندهم كل براندات بقلب خزيناتهم، بيكون عندهم امبالسيف بايز. سو ذيس ار ذا بيبل اللي بيروحوا على الاكسسوارات الصارخه الاكزاجيري المبالغ فيها. دونك هيدي اول نقطه نحن بنتكل عليها لما نختار الاكسسوارات. ثاني نقطه اساسيه لما نختار الاكسسوارات هي شكل الجسم، وهون بيلعب اهميه المعرفه والنوليدج. انا في روح بالشوبينج، في اوقف نص ساعه على ستاند معين واتطلع بكل الاكسسوارات، ما اعرف شو بدي اختار. ليه؟ لانه انا ماني عارفه اوريدي، ما عندي كتالوج براسي معين شو بيلبق لي. بس يكون في عندي هالكتالوج الي، بصير عندي اليمناسيون دي شوز اللي انا ماني بحاجه لها، بصير التشويسز تبعي ناروور، دونك بكون اختياراتي مضبوطه وصوته بالاكثر. طيب اذا انا في عندي شكل let's say هلا بنشوفه على الشاشه الاور جلاس، الاور جلاس هو الساعه الرمليه الي، اللي هو اكثر شكل فيه بالانس، فيه بروبورشن، يعني في عندي كتاف قد الارداف، ولكن في عندي مخصور ديفيشن، يعني ديفينيشن اراوند ويست. طيب للاور جلاس في استعمل كل انواع الاكسسوارات، ما
ما عندي مشكلة، ولكن الملاحظة الأساسية إنه أحترم الـ scales of proportions، بدي أحترم الأحجام. يعني إذا أنا عندي كتاف عريضة كتير ما بقدر أستعمل سباجيتي سترابس اللي هن كتير رفيعة، إذا أنا عندي أرجل رفيعة جدا ما بقدر أستعمل الكعب العريض جدا، إذا أنا عندي بوتيت كليانت ما بقدر أستعمل الشعر الأوفر طويل، إذا أنا عندي كليانت في عنا ضخامة ما بقدر أستعمل very tiny bags. ليه؟ لأنه بخلق أنا عدم توازن، وبالتالي بيكون في عندي judgment على اللوك، بيصيروا العالم عم بيطلعوا، عم بخلق نوع من الإزعاج بما يعنى المظهر الخارجي. طيب إذا أنا عندي شكل round، شكل الراوند اللي هن بيكون عندي انا تامي فوليوم اراوند دو تامي، وزن زايد وبيبقى اوقات في عندنا كتاف سيلتي. طب بهالحاله انا شو بدي اعمل للراوند بادي شيب؟ بدي يكون انا عم بخفف من حديه العرض اللي على البطن، وبدي اخلق خط عمودي، خط مطاول، لكن بدي اتجنب التشوكر ستايل. ليه؟ لانه بيقص وبيقصر الرقبه اولا. ثانيا بدي اتجنب الشالات اللي بتكون مربوطه عامله نو، يا اما بتقعد على التشست، هول ممنوعين، بزيدوا الفوليوم. اكزاكتلي. بينما انا بدي اخلق خط عمودي، سو بدي خلي هالشالات تكون عم تستل وعم تهدل على منطقه التورسو بالنص. اذا بدي اختار الباجز، ممنوع انا اختار باك يكون بيوقف على منطقه البطن احمله بايدي، لانه بكون عم بزيد انا فوليوم على هيدي المنطقه. دونك هذا الاختيار للراوند بادي شيب، which is very important. هلا اذا انا بتمتع بشكل جسم ريكتانجولر، الا وهو ماذا؟ هو الشكل اللي بيكون عنده ريكتانجل. انت بتشوف هالاشخاص ببينوا انه هن very well built in، كانوا بيروحوا على الجيم على طول. It's a rectangle. انا شو بدي اعمل؟ بدي اعمل عكسه لاخلق لوك سيميلر للاور جلاس، بدي اخلق كيرفز. بدل ريكتانجل بدي اخلق كيرفز. شو يعني كيرفز؟ بدي استعمل اكسسوارات اللي فيهم راوند والاوفل، يعني كل شيء بيضاوي وكل شيء راوند، بالايرينجز بالنكلسز والى اخره. هي اول شيء. ثاني شيء السكارفز بالعكس، ممنوع يكونوا نازلين فيرتيكال لاين، لانه انا بدي اخلق شيء كيرفز. هون بقدر انا اعمله نو اراوند ذا نيك. هيدي تاني شيء. تالت شيء كتير مهم لهيدا شكل الجسم، استعمل بيلت. ليه؟ لأنه أنا بدي أكسر من حدية هالريكتانجل، بدي أخلق ديفينيشن أراوند ذا ويست. سو أنا هون بدي أستعمل بيلت، خيار كتير سليم، ولكن على شرط يكون مون شيب، يعني كيرف، كأنه سمايلي فيس. وأكيد بما أنه ريكتانجلر هو كتير ستراكتشر بادي، شو بدي أعمل إلي؟ بدي أزيد أنوثة. بشو؟ باستعمال الالوان المتعدده، اذا كانت اكيد بتلبع على طول للون البشره. طيب اذا انا بتمتع بانفيرتد تريانجل شيب، شو يعني انفيرتد؟ يعني مثلث مقلوب، يعني انا كتافي اعرض من اردافي. دونك طبيعه الحال انا شو بدي اعمل؟ بدي خفف من هالعرض بالمنطقه العليا. ممنوع من عم بيت استعمل الشيلات اللي ببرمها على هالمنطقه، أم اللي بتقعد على الشيست. بدي استعمل اكسسوارات النكلسز بتبقى طويله وعندها باندون. ليه؟ لانه بدي اخذ النظر على الميله التحتانيه وعلى السنتر لاين تبع التورسو. هلا اذا انا في عندي باجز، ممنوع احمل الكلاتش اللي بيبقى تحت الارم بيت، اما بيتعلق بهيدي المنطقه، لانه عم بيزيد هون بهيدي المنطقه، which is not acceptable. بينما at the same time الأرداف عندي ضيقة، أنا شو بدي أعمل؟ بدي زيد حجم بمنطقة أرداف بأي طريقة؟ بالبريسلتس، بالأكسسوارات الأساوير. سو أنا هون ليه؟ لأنه الأكسسوارات بهالمنطقة الريست بيوقف على منطقة الهيب، سو أنا عم بخلق ساعتها بالانس مع الكتاف. دوم في استعمل البريسلت اللي بيكون فيهم ألوان، أشكال، تشينز مدندل منهم أشياء، في أحمل الباكس كلوتش يا أما بإيدي يكون هانجز أون ذا شولدر، ولكن بيخلص على هيدي المنطقة. دونك إذا بتشوف إلي هي قصة لوجيك أكثر ما إنه قصة إنه واحد يكون حافظ وماشي. طيب إذا أنا في عندي تريانجولر بادي شيب بالعكس، شو بدي اعمل؟
بدي انا اخلق تريانجل، يعني الكتف كثير رفع بالنسبه للارداف، سو انا بدي ازيد من فوق وبدي خفف من تحت بالاكسسوارات. نفس الشيء على فكره مثل مبدا الملابس، مثل اختيار القصات والنقشات سلامام شوز. دونك انا من فوق الاكسسوارات، اول شيء الايرينجز في استعمل شو ما كان ايرينجز راوند، يكون فيهم اشكال والوان، النكلسز ضخمين تشانكي، الشلات بدي اربطهم بهيدا المنطقة بدي استعمل نويات، ولكن من تحت ممنوع أنا استعمل بريسلت عريضين أو باج يوقف على هيدا المنطقة. So this is very important، أنا أكون عم بخلق هالبالانس الضروري لحتى نخلق similar لـ hourglass للساعة الرملية اللي هو أكتر جسم متناسق. هلأ الأكسسوارات أساسية لي، لأنه أولاً بتعطي شو بقوله شخصية فريدة. دونك انت لما تلبس اكسسوارك عليك حتى ما من الاكسسوار بيبين ديفرنس اون مي. تاني شيء بيزيد انوثه، بيخلق مظهر عصري اند ذس از فيري امبورتنت. وتالت شيء بيعطيك حيويه، بيعطيك موتيفاسيون، بيعطيك تحفيز، بيزيد لك الثقه بالنفس، وهذا الموضوع كثير اساسي. هلا ملاحظات كثير سريعه، اكيد بنرجع بنحكي بهالمواضيع بالتفاصيل ليترون، ولكن اختيار الباكس يعنى بشكل الجسم يا جماعة، مش حيا الباك نحنا استحليناه يعني بدنا نختاره، لا. ثانيا اختيار الاي وير اللي هن العوانات، ان كان sunglasses or eyeglasses، بده يعتمد على شكل الوجه، وحنحكي بهالتفاصيل على كل الاشكال. في عندي اون بلوس الهات، الهات بيعتمد على شكل الوش كمان بالنسبه للطول، اوكي؟ هلا بالنسبه للقبعات على فكره، اذا انا بتمتع بريكتانجولر بادي شيب ما بقدر اختار القبعات اللي بتاعتي بتزيد هايت، بالعكس هيدي بدي زيدها على الراوند بادي شيب. اذا انا بختار قبعه ليتس سي للبولي او اني ثينج لايك بيكون شكله عالي، هون بيكون حسب اذا انا بدي اعطي مشقي الطول ولا انا بدي بالعكس بدي زخر هالريكتانجولر ليتس سي الايفكت اللي نحن عم نشوفه. طيب هذا بما يعنى الاكسسوارات اذا بدك هيك بالاجمال. في موضوع ثاني بحب احكي فيه اليوم هو اساسي، هو نون فيربال كوميونيكيشن. اللي كتير مهم نحن بالكوميونيكيشن بنركز على الصوت وعلى الكلمات، ولكن الأهم هو لغة الجسد، هو البادي لانجويج، لأنه بتعبر عن شخصيتك، بتعبر عن آرائك، بتعبر عن أنت شو بدك، وبتعبر عن مشاعرك. أنا على طول بقول وهيدي مقولة كتير مظبوطة، إذا كان في تضارب بين لغة الجسد والكلمات اللي عم تطلع منها بدنا نصدق لغة الجسد، هالقد هو صادق وهالقد هو تعبير عن شخصيتنا الداخليه. دونك بس هيك ان غرو لحتى ما نحكي كثير بالتفاصيل، لما نكون نحن اخذين بوزيسيون نحن وجالسين مثل هلا انا ومعك، اذا بتنتبه الي انا عم بحكي معك شوي مايله لقدام، ولكن جاي ولكن بطريقه مستقيمه. ليه؟ لحسسك انه انا مهتمه، لحسسك انه انا ما عندي لا مبالات. بعدين اذا بتنتبه في عندي ماي هيد تلتد على طول على الشمال ام على اليمين لحتى اعطيك الاهتمام. الابتسامه كثير اساسيه، واهم شيء ما كنا نحن عم نطلع اون ذا سايد لما انا كنت عم بتطلع فيك، الاي كونتاكت كثير اساسي، البيرسونال سبيس كثير اساسي، انا ممنوع اقرب كثير عليك بالكونفرساسيون، ممنوع كمان اكون كثير بعيده عنك، واهم شيء اذا كنا قاعدين ببوزيسيون نحن وقاعدين نكون فاتحين البليزر، فاتحين الجاكيت، لانه هيدي احترام للشخص اللي قبالنا. سو لغه الجسد وثم لغه الجسد از فيري امبورتنت، وحنحكي بحلقات مقبله عن الارت اوف كونفرسيشن وعن الاتيكات اوف ستايل لما يكون عندنا بزنس ميتينج. شكرا كثير ريتا على كل اللي قدمتيه اليوم. ثانك يو ايلي، بتمنى لك نهار حلو. ثانك يو سو ماتش، اهلا وسهلا فيك. نحن رح نتابع حلقتنا، خليكم معنا.